الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ثم ما بعد ساد مقليسين محاضرة عنوان كذا وحون نقندونا أما أنكو قادر لقدونا إن شاء الله تعالى هوذا إن لراعو يدبات ذا أي ليذا هي هوذا إن وقفكو راعوحو تعلي هي وشريعة خلاف سن يدبات ذا أي ليذا هي إن شاء الله تعالى تاس أيام وحسكو يدينينا وحويا تروين كقدع قلبك قلبك وحاويا قفك بلو آدمك حبن كيسا حبن كأغمهم سنويا حبنيس حبن كأغمهم سنويا تروين بو قادا سيدة دتك بلو آدمك تركوضبا أي تروين قادان يو قلبكنا تروين قادا بل وحاويا كأغدر ان تروين كأغادو وحاويا قفك إنو راعو وحيابه وسكتع عليهي أنكليه waayo waxaasi waxay kala cilinaysa qofku wuxuu jecel yahay haduu iska raaco inuu hanuuno oo hanuunkii uu qaato oo hanuunkii rabbi uu raaco ayay kaga noqonaysa mid u diida allana isagoo inooga digaya jirada xun oo qalbiga ku dhacda oo qofku wuxuu jecel yahay uu iska raaco yaa wuxuu yiri liibaantu waxay ku jirtaa adduunka in lagu liibaano iyo aakhiraba waxay ku xidhan tahay in nafta loo diido waxa ay jeceshahay ilaa wuxuu yidhi wa amma man khaafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'ani al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa qofki ilaahay is-hortaagiisa ka baqa oo nafsi ka reeba naftiisa ka reeba waxyaabaha iska jeceshahay janna ayuu noqonayaa meesha uu ku hooyan doono qofkaasi nabiguna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri jihaadka ka ugu fadli badani waxa weeyaan in la jihaado naftu waxay jeceshahay oo laga reebo nafta ay waxay iska jeceshahay in laga reebo jihaadka ugu fadli badan weeyaan buuri nabigu sallallahu alayhi wa sallam idan ma haday saas tahay maxay tahay hawadu tilmaanteedu maxay tahay hawadu كتابك إلهي سيل لوغو عايي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيل لوغو عايي تدكي سلف كهي نقوه الرئيس أيو عايين قفكو إنو هودي سر رعسان يهي وحاو اسكتش عليهي نفتيسو اسكتش عشا هي إنو رعسان يهي محالكو قرانا يا محاكيني كرا إنو وحيابه وتعليه اسكرا عم محاكيني كرا محايت هاي ديباتوين كرا تبمي دون تهدو اسكرا عوحا نفتيسو تعشا هي sidee lagu daweyn karaa jiradaas ilaan jirkaba waa la daweeyaa qofka markay jirra ku dhacdee see lagu daweyn karaa insha allahu tacaala wixii ilaahay naga waafajiyo ee aan ka gaadhno muxaadaradan kooban yaan biidnillaahi tacaala intaasoo dhan ku sheegi doonaa hawadu waxaa weeyaan qofku inuu wax jeclaado oo naftiisa ay ka awood roonaato iyo qalbigiisa waxaas ka awood roonaado هديها ولا يراهنا نفط وحي تعيش هنا قرآن كموسى سو أرورين هدي سالو سيدا يو هو اللي يراه إلا إسق الله عاية ما هني يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هديك لا أوقف كوه تعليه أو قلبي سكا غالب نقضا ما كا ود رونا ضاي هدو وحاسيه وح بنان أو شرع وتدي هو وحال يراها ولا قيدا أو حال ورانا ياون هوا حسن وهو وناكسن هوا موافق للصواب وهو موافق صوابك وافق سن إذن وحاويا هودو وإن النفط بلو آدمه أولا حتى وحيابها أي تعيشها هي أو أي شرعك كخلافة لما معنى مركا ليذا هي هودو حق اللغة العربية
هوى يهوى أو بمعنى تعيلا يهوى يهوي أو بمعنى هو بشاء لبضنا وحوي النفط ويسكم معنى لويهين ومعناها شرعيه لبضا اسكما فقه ويقفكم مركو واحد تعالى أو وحاس وصن شريعة وافق سنين وحاس وحو كلاس ودعيا ماشي وناك سنيد وناك سنيد بكلات دعيا وحو كل رذيا مصيبة أو دن يدباتو ينو دن بو الدنيا دو كل رذيا آخران النار تهاوية اللي لها يوكوهو بنيا وانا وحو تعالى يقو هو ذو شرعي إلهي وحال قولها قفك وحو تعالى يسكر راعو وانو قفك ودعا ميل هوسه أو شرعي وسن قبين iyadoo naftiisu u yeedhinayso waxaas sharcigan uu ku khilaafayo dibaatooyinkeeda waan arki doonaa laakiin al-jahid marka uu ilaahaa qofka hawada raaca waxyaabaha soo gaaraya wuxuu dhig qofka shahwadiisu marka ay makansanta si fiican ay u dagto qofka bilaadmiga wuxuu noqonayaa buuri sida xoolaha kale ayuu noqonayaa bahaymto kale dadka bilaadmiga inuu u egyahay qofku haduu hawadiisa raaco qofka inuu xoolaha u egyahay buu uga dhow yahay wiiri wuxuuna nacayaa waxa la yaala wixii wanaag ah oo dhan buu iska nacayaa wuxuuna nacayaa qofku marka uu u ekaado naftiisa waxa uu yeerinaysa haduu iska raaco waxa la yaala wixii wanaag oo dhan buu nacayaa xoolaha sidee u dhaqmaan oo kale ayuu u dhaqmayaa wuxuuna nacayaa dadka wanaagsan waa nacayaa dadka ahlul cilmiga wuu nacayaa dadka faasiqnimada ayuu jeclaanayaa wuxuu jeclaanayaa dadka xunuunka inuu dhexgalo ayuu jeclaanayaa waxaa ka awood roonaanaysa naftiisa inuu iska ciyaarayo iska dheeldheelaya ayaa ka awood roonaanaysa qofkaasi waxay ku sii ridaysaa markastaba waxa uu jecel yahay meelo xun ayay u sii geynaysaa shaacirkii wuxuu yidhi idaa maa ajabta annafsa fii kulli dacwatin dacadka ila alamri alqabiixi almuxarami nafta wax kasta ay jeceshahay haddii aad ku yeesho waxay kugu yeedhaysaa wax xun oo aad u qofool xun ayay kugu yeedhaysaa asheekh saalix cabdul mawjuud kitaabkiisa uu alquluub wa aadaabuha wuxuu yidhi qofku haddii uu hawada u raaco caqligiisa iftiinkiisa wuu tartirmayaa qalbigiisa nuurkiisuna wuu tartirmayaa wuxuu ka reebayaa inuu xaqa uu raaco jidka wanaagsanna wuu ka baadiyoobayaa waxa la yidhaaho wanaag uu la kulmayaana ma jiro caqliga iyo wixii ka soo fulayahay wuxuu noqonayaa wax faasida ayuu noqonayaa waxyaabihii wa wanaagsanaa ee wanaagga ahayd isagu fool xum ay ugu muuqanaysaa wixii fool xumaana waxay ugu muuqanaysaa wanaag bay ugu muuqanaysaa waayo nabigu sallallahu calayhi wasallam markasta wuxuu ku ducaysan jiray allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaaba walaa tajcalhu multabisan calayna fanadil ilaahow khayrka iyo xaqa na tusi oo na tusi oo nagu irshaadi haddana nagu hanuuni inaan raacno baatilkana sidiisa noo tusi oo hana raacinin ilaahow iskaga kaana dhex darin waan halaabaynaa oo waan fakanaynaa oo waan dhumaynaa haddaa iskaga kaana dhex dartee kitaabka ilaahay aad baa loogu caayay hawada waxaa la yidhaahay qofku naftiisa waxay jeceshahay inuu iska raaco ilaahay isagoo inooga digaya yuu marka koobaad wuxuu inooga digayaa dadka naftooda raacsan inaan raacno iyakana dadkaasuu ilaahay inooga digayaa ilaah wuxuu yidhi uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fattabichaa walaa tattabi ahwaa aladiina laa yaclamuun innahum lan yugnuu canka min allaahi shay'a wa ina aldaalimiina bacduhum awliyaau bacd wallaahu waliyu lmuttaqiin nabi maxamed sala allahu calayh wasalam baa waxaa lagu leeyahay waxaan ku yeelnay jid toosan oo shareece ahe ka raac hana raacin dadka aan waxba kala garanaynin jidkooda ha raacin waayo ilaahay xaggiisa waxba kaama deeqayaan isagoo taas oo kale nabiga sala allahu calayh wasalam looga digayo inay dadka uu raaco innakana waa laynoo digayaay yuu ilaah wuxuu yidhi qul halumma shuhadaa'akum alladiina yashhaduuna anna allaha xarama haada fa in shahiduu falaa tashhad macahum walaa tattabi ahwaa alladiina kadabuu biaayaatina waladiina laa yu'minuuna bilaakhira wahum birabbihim yacdiluun haddii ay wax baatila ku marag noqdaan nebi maxamed oo aduguna ha kula marag noqonin hana raacin dadka aayaadka ilaahay beeniyey jidkooda ha raacin oo aan rumaysnayn aakharo oo ilaahay jidkiisa ka leexday dadkaasaa looga digayaa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam idan nabiga maxamed sala allahu calayh wasalam haddii looga digay dadka hawadiisa iska raacay
إنكنا وحاوية وأن كسي درنهاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حال ولي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا نفتا وحات كحدا ولجرتا ددك إلهي الرميي أو إلهي عابدي وقتك هراء مالنك يا وقتك الدنباء مالنك انتبا وجه إلهي أون ربا إن دهاغونا يين قد بنا ددك لفريسو هراعن ددك هودو ذا اسكر رعي ددك هراعن آياتك إلهي بينيي آخر بينيي ددك هسكر راعن بالي نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله وحاك نبي وحكولي وكالي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى يسنجدك إلهي كودود ووسنكا علين تدك إلهي آيات كيس الرمين وهي وهوذو اسكراعي تدك سيينكا علين نبي محمد صلى الله عليه وسلم حاكلوا لقولي ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين مركي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قبلة اللوغة والرمي يا وحالي لوحك استهدادوك أنت يا تتكا مرة عيان أدونا تتكا وضها الراعن هديئة تتكا وضها الراعذية هوذا وضا يا وحي اسكتش عليهين انت حقها يكويمد كذب حق انت كويمد أو قبلة اللوغة عدية كذب ظالمين تأيات قدر من يساليدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حالك لو لقولي وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق قرآنك وحاوية وكتاب حكم إلهي وعرب كسود دقي كتاب كسا اللغة دو ذا كسود دقي هدي يكو وحاي هو ذو ذا يا وحاي تعليين هدا اسكرع ذو انت علم وكوي منا إلهي وحكا إلالين كرام ماله تاسي وحاي هايد او توسينا يسا مدك وباد ويان إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لو قد دقي يا إنكبا دادك هودو ذا اسكرع عي نفطوض وحا اسكرع عي وحا يتعشى إنا الرعان لو قد دقي مدى لبادي وحا وي وحا لإن أمري إنا عدالة سمينو أو أن كديرانو وحا نفطينو تعشى هاي مركان وحكومة إنا اسكرع حكومنو تانا والي إنا قفوقي هي أو اسكرع إلالي أيالي إلا وحولي صوت تاكه ليا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مؤمنين تردن سوى الله الله يبا وحال قولي والعدالة السماية مركز وحكى لحكومة إسان حتى قرابة إيو يينا إذن كلي حين حق حق يينا إذن كلي حين حق الراعة يا مركز تبا هو اللي وحلي لها الراعنا يولي وفلا تتبعوا الهوى وحا اسكتش عشيهن الراعنا إن عدالة دي إذن كلي حنين وهي قفك وحو اسكتش عليا هي هدي واسكر راعو عدالة دي واكتك يا بل أن أرقنا قصة كسو أرورت حكم حق هذا عبد الله بن رواحة يو نبي صلى الله عليه وسلم وحودر يهودي خيبر الدقنيد يؤدر سي تمر توضا يا بير توضا وقصو قمضو أو وحي كسو بحايا وقصو قاضو أو وحاق يبسن تري مسلمين تا إياك أيان نس نسس قاضن تري وكلا قيبسن تري سيدا درتيد وحالي لأورضو عدو عبد الله بن رواحة وطاق كسو قمض بير توضا انت كسو بحايا سأقو markii ay u tagay abdullah ibn rawaha ya waxay damceen inay guneeyaan si uusan sidii xaq ahayd ugu xukumin inay guna ay siiyaan waa yahuud wax ka qaab daran male markaas markii uu dhageystay xukunkooda iyo waxay sheegayaan markii uu dhageystay in uu xogaa u yar qariyo ayay rabeen yuu wuxuu ugu jawaabay wallahi laqad ji'tukum min 'indi ahabb al-khalqi ilay wallahi wahan idin ka imid dad bilow aadmiga ah
قفك أنا وجه عليه أكتيس أيان إن كيمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم بأوضة ولا أنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير إذن كنا وحان إن كنا عبها يقولي إذن كإن لا أقوى تراء أو ضفراء يا دانيراء يعني إن كنا عبها يقولي وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم لكن أقوم حنبارا يقولي النبي صلى الله عليه وسلم تعايل كأن تعالها إيا النعيب كأن إذن نعبها سيدا دانيراء يا ضفراء أن إذن نعبها إذن كما أقوم حنبارا يسأل أن إذن عدالة سمينين ما هي جوابين مركا فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض عدالة داس أي كو استاكت السماوات كي يردولكو عركة يردولكو ساس أقو جوابين إذن وحاوي حكم كي حتى عددك أدن عبتهاي وإن أذن هو ذي وحا تعشاي أذن كرعين مركا غارك يتقفك هدي أد تعشاينا وحو ناكسن بادو حكومة إسا هدي أد حقو أسنكو قامنين هدى أدن عبتهاينا نعيبك أدن عبتهاي يد حقو أقل لحانا إسا تاس أيا لإنو قد دقيا مركا أول إليه هاي ميا قفك هذا وحيابه وتعلي هاي وحالك يا بعينه قفك وحش كليه وهايستو لكن ويقيب بدن طاي مرك قفك نفتي سايو تعلي هاي قفكو ووحك استبعينه كسر رئيسه وحك استو نفتي سلا تعلي هاي مرك بلو آد مجيء صقي عدالة وما سمايني نفتي سو وحك استبعو حكومة يا مرك قارك خير كيسة يا قرابدي سايو تعلي هاي مرك قارك وحوت تعلي هاي قفك فقير كا يوليه وانون حريصنا يا وقت وحكومة لها قفك غني أيان وقد حارسنا يا مركز هودي سك حكومة يا مركز قاركد هودي سو حاكم إذا قفك غني ها أو مجامليو يا أو صوحي حقه وسلو شيء كرين وحاكم إتها هودي كم إتها إن تلاه نعيب كوتشر قفك غني أما قفك عدو جا إن تلاه ونبي يا هودا هي كم إتها قرابة هي طلقة أو أضحكي سقط عصبته أو مر اللي يرى مركي وحلا شيء جا أذن عدالة حق هذا فيرنن أو إياك حق هذا كلية في رسوي عدالة وحيك متها هو هذا واحد راعيسه أمدة أو أذق الجنسية هذا في رسو أما صومالي هذا موحك لها هاته وحيك متها أو أذن تذكر العدالة وسمين عدالة الله أنت كمتها ودن كاجو أو ودم هذا كلا أذن عدالة وسمين وحاس ودن وحيك متها عدالة الله أنت كمتها إلى نوح وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق نبي صلى الله عليه وسلم آيدني وامل لبادئ وقد قيسا حكم كمرق وريديو إنو عدالة وكمرو أو وحا أسكتع ليه أسرع آياتك لإلى وحوليه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك تدك لحظة عدالة كحكم وحي إليك وسودة كحكم لكن وحاد اسك إلى لسا إن العدالة اللآنية هو ذا إن اسكر على اسك إلى لي قيب تصدحات إلو إنو قدق يا شرعو إنو قدق يا وحاويا قفك هدو وحو تعليا اسكر عاي إله بو كدقنا يا قفك وحو تعليا هدو اسكر عو إله بو كدقنا يا إله وحو لي أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا بل كوى الرنباء ليلي قفك كدك إلهي سيوحو تعلاب وهوذي سكدك رنتي داتك ودمدن جوغا يمقرن ويان تاس داتك وحو بإله كدك نيا وحو تعليه ما ذيك كوكيلة بالي محمد آيات قرآن وكال إله حكوري أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون بل دتك كورن بالي إله هو ذاك دكتي هو ذا مركو قتادة رحمه الله تعالى أيضا مركو فسير يبا وحولي إن الرجل إذا كان كلما هوي شيئا أو كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى فقد اتخذ إلهه هواه ننكو هدو كل مركز توحو تعلي هاي او كره او نفتيسه قامسه مرأة اللي يلوحو تعلي هاينا او لي ما دو وحكي علين كره حلال ميرده يا الله كعبسنا اينا ترين قفكاس وحو كدك تيبولي إله بكي كدك تي مالك ابن دينار بن نوحوري بئس العبد عبد همه هواه وبطنه أدون وحا آدو حنبوري اي تهي همجيس اي مرقتيس با اي تهي نفتيس وحي تعاش هاي يا علوشيسا علوشيسا العيار بالورنجري علوشيسا العيار كقفكيه كاس أيه أبا سلبود إلهي وحو أمري أنبياء
إنه كفو قادان هوذو ذا وقتك أي وحكوميان سيدان هوريك صامرنا آياتي هوروك لي إله وحوريا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب نبي داود يسوى الله الله يو يا وحاليدي رولك أيان ما ملكها قدقني تدك عدالتك كالحكم وحاد نفتاده تعشى هنا هسكر راعن ساسا الوري هدي آد وحيابها هسكر على نفتاده تعشى هي تدك إلهي بيكادو من إيسا تدك إلهي تدك ساكادو ميانا نتيجة إيا ماشا إلا كل مياني وعذاب شديد يجري الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي مرك وتزكية أقرأي تزكية أيو ألا إياس تزكية سيه أو أقرأي إنك وحان لها علماء إيا تزكية أنو قرأي بان لها ألا إيا تزكية أقرأي وحوري ما براعوري هوذا وحس كتعليه من راعو إلى وحوري والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى وحوري نجم أيان كدارت حدق وقتك وضعي صاحبك وانا محمد بالغه الله يا مباديوب ومبادي مدوم وحا اسك جعل يهينا كما هلو وحا كو هلا يا ودن وا وحي لو وحيوداي ويان قيبت اللي حادي وحا ويان الهي هدي لغا عبسدو وحي قفك كعلينيسا هوديسا انو راعو ايات القران كايدن كبلوني واكي الهي يري واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى طيب تتضبع ذي وحاويان تتك أهل كتابك ها وحال ودي ذي إنا إسكت راعان وحييك تتك بعضي ذي هودو ذي إنا راعان إلى وحور قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل حتى تتك أهل كتابك أو يهودي يا نصارى ذي أيا وحال ليهي هالراعنا دين تيننا هكو حد قد بنا هانا الراعنا دادكا هاوذو ذي وحي تعليهن وادادكا دين لسينين ويان هاوذو ذا وحي تعليهن اسكا الراعي إذن كنا كوا هالراعنا تيتك إلهي بات كارلو ما يساني تيتك إلهي الراعة قيب تسدي ذا ذي وحا وي وحا إلهي وعاي كتاب كيسة نين ريبنو إسرائيلها أو عالمها علماء المفسرين تو اسكو خلافين نن كان مغيصا و خي لوران جيري قوليها قاركاد بالعام بن باعورا با ليدها مغعيال باي كو شيغان الى و خوري اسو كا ورميا نينكاس او وعاي يا و خوري وتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون تدك أشيك بالي ديو كدو لقري نبي محمد كي آن إلهي علمك أوسيي وكدح بحي أو شيطانك أو راعي أو تدك باديو بي كشرة هدي إلهي دوني لهان علمك أسأيو كرو قاد لها وعمل أيو وافتين لها لكن ذلك أيوس كل شيء هوذي سأيونا الراعي وحاو تعالي هاي بسك الراعي وحال يدي وحول مديها ليدي أي أوكالي أي أكلوا لم يديها لي إنك هسي أي جاس هدي عاد عايد سال لي يا سنا كمرانا لي لها أيجا هدي عاد عايد سو إن تحمل عليه هدي عاد كحم بارتو عاد عايد سو يلهث عرب كيف سوري ديا وإن تتركه هذا إسكت كتك تو ماشي سات كتك تو أذن دبته سو جارسينين يلهث عرب كيف بسوري ديا لبضة بمركع واسنا كمرانا لي كاس أيو لم يديها أيو إلهي كشاعي قفك هذه الراعة وحيابه تعليه سيد النتائج أنكو أركض دانو هنونك أيه كريبسا إلى وحول فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذه كويل ويان وحادو قاتا إني وحي تعليهين أي راعين يانا كباد إنما بذن بولي إلهي قفك وحو تعليه الراعي هنون لآن إلهي حقيسا نكو راعي إن إلهي ما بهنون يبا قليها ظالمين تا إلهي ما هنون يو بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أرقنو وحيابه النبي صلى الله عليه وسلم إن وحقفك وتعليها وإسكرعو سيدا أيو عايضي نبي صلى الله عليه وسلم وحوري لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قف إذنك إذنك مذه إيمان بما يالنيو إلى وحق وتعليها وكرعيه
waxaan anagu la imid oo sunnada uu ka raaco oo uusan wuxuu jecel yahay uusan raacine sunnada uu raaco idan xadiidku waxa weeye qofku iimaan dhameystiran maba yeelan karaba haddii uusan jeclaanin nabiga sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa oo uusan raacin niman ama nin diiday nabiga sallallahu alayhi wasallam xukunkiisiina waxaa ilaahay ku yidhi falaa wa rabbika laa yu'minuuna حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مرنبا مبر رومينيان إلى أي كرا عن أذوق وحي آت كحكنتو وإي وليبن إسكديبان إلى واكلها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إذا قف وإن إيمان لبقى لقمه لكرو إلى وحاو تعليا هاي أي تابع أيوغن نقطو waxa uu isagu sharciga uu la yimid oo yaani hawadiisu wuxuu jecel yahay ba taabi waxa uu noqonaysa oo raaci uu noqonaysa xaq wuxuu la yimid nabiga nuxu sallallahu alayhi wasallam wuxuu nooga waramay uu yiri innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilka alahwa kama yatajara alkalbu bi sahibihi la yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhala wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam dad waxa soo bixi doono hawadooda ay gali doonto meel kasta ay ka geli doonto sida ayga jiran ayga mararka qaar kaad ba jirada ku dhacda marka ay jirada ku dhacdo qofka bilaaadmiga haduu qaniino isagu la waasha marka qofka bilaaadmiga haduu qaniino waa kan laga duro uu la waalanaya marka qaar kaad sida aygiibu u ciyaaya xubnihiisa oo dhana way galeysa wuxuu yiri dad ay hawadooda iyo waxay jecel yihiin meel kasta ay ka galeyso ayaa soo bixi doona yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam way soo bixi doonaan buu yiri ummadayda ka mid a dad saasa oo iska raaci doono uun waxa naftoodu ay jeceshahay hawadoodu meel kasta ay gashana la gelaysa sida aygu marka uu jirada qabaay ee xanuunsanayay qofka bilo-aadmiga ah marka uu qaniino xubin kastaba ay u raacayso jiradii ay u raacayso oo marka dambe uu qofka uga dhimanayo haddaan laga daweynin abi barza wuxuu ka wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi innamaa akhshaa calaykum شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى وحان انك عبسنا يا وحاويا بعض ان ماذا شهوات اذا يعني انك عبسنا يا او وحاد اسكعنا يسان اتكر ريديسان ايضا ابا يلين يا فرجينا ماشي الا اذيسان يا هوينك وح وح بعضي يا نبي صلى الله عليه وسلم وحو نور شاغي ان فتنوين بدن اي اخر الزمان كايمان دونان حديث كي حذيفه ورينيا او وحو تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه نبي صلى الله عليه وسلم حوري في تنتو قلوب تايا الله بندق يا سيدا درين تو كلام مركي لسه هي لسماينا يو هل هل بالله سما يا الله سما يا درين تمر كلا سماينا يو فتنة دمانة سه تنا فتنة كلا الله يا الله سو بندق يا ساسة كسماينا سا قالني ما دمانة سا مع سبا إيمانا سا ميت كلا إيمانا سا إلى قف حتى عمر كتب وكسره مركا تدك بلواد ميا قلوب تود الله بقى يوضن بقى بسماي سا قلب أبيض أو أن وحبد بينين يقف qalbigiis uu madoobaaday oo fitnadiisa u gelaysay sida weel la wareeriyay oo kala oo aan wax macruufa aan garanaynin munkarna aan inkiraynin oo baashi ka dhargay fitnadii ka dhargay oo gaalnimadii iyo macsidii iyo wax kastaba qulubtiisa ay ka buuxsatay nabiguna wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam xitaa haddii uu rabo inuu xaq waafaqo wuxuu ka waafaqayaa xaqa keliya naftiisu waxay ka ogoshahay bas keliya hadduu munkar rabo inuu diidana waa naftiisu waxay diidan tahay bas keliya waxyaabaha kale ma ahan حديث عبد الله بن عمر ورنا يوحوري ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات صدح صدح بو نبي صلى الله عليه وسلم كذا جاي صدح حدت كي هلاكتا صدح نوي بد باديسا صدح ندم بجاي كذا فتا صدح ندرجة يا كرو قاد دابو نبي صلى الله عليه وسلم حديث كاس شيخ الباني رحمه الله تعالى حسن بو كذا جاي مركز وحوش جاي مهلكات كي مركوش كي نبي وحوري وبخيل نما الله يهلو فشح مطاع وهوى متبع يا هوى لا يالو واعجاب المرء بنفسه يا قفك او نفتي اسو لا يابا او عجب قليا صدح راسه وحوري النبي صلى الله عليه وسلم ومهلكات صدحنا ومنجيات بولي ان كستينا موضوع ان هذا هين العدل في الغضب وقت قاعد عناق سنتهاي حناق سنتهاي ان عداله سميسو
والرضا لبضوا وقت قاد حنقصنتها أي وقت قاد حنقصنتها اللي بدأ من عدالة سميسو والقصد في الفقر والغنى وقت قاد مال قبين تهاي أو حيصتي وقت قاد فقير كتاي كوجو يسوي ترقلا تهاي لبضوا إن أضلح حيصته أو آذان إسراف مرض آذان سمينين هي تقدير منا وخشية الله تعالى في السر والعلن هي إلهي إن تعبسته خاص أهان هي موقشة ذا إنت بعضك عبسته صدق إحنا وحول الدنبياش أيها دافت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أو مركز تكتوا صلاة كلا تكسكتوا وقت جم كاريه ذا أو ويسد صفة عن ظهرها رعسه إيو نقل الأقدام إلى الجماعات جماعات كود جملها مركز تبع ظهرته صدق إحنا وحول الدرجوين كأيها كروق هذا النبي صلى الله عليه وسلم راشين كوا الله قوديو سلامته الله فافيو هبين كوا الله تكذا إياك وضدك أي شيفان وصلاة الليل كذا تكذو إذن هو ذا أول الرعاي تتك مهلكات كأيو كشاك النبي صلى الله عليه وسلم وحيابه لوها لك سميو حديث أبي هريرة وريني وحوري النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة قفك بلو آدم قهران زنا دي سوى أصيب يا لا محالة عين تهو حاويا إشا زنا دي ذو أرك تذا يدنا قعنت زنا دي ذو وقبش ذا نفطنا وحوري والنفس تهوى وتحدث نفس مركز ويتعلان إسا وحيابها أي إش سوى أرك تي قعنت أي سوى قبطي حرام تاء ويتعلان إسحاق وين أقشى كين إسحاق نفطه لكن مركز ضم بفين الكوح قايد وأنا وحوري وحوي وفرجه والفرج يصدقه أو يكذبه لكن فرجه أيها وش عمري دونا أما بينين دون يرينا بقول صلى الله عليه وسلم حديث كشيخ الباني رحمه الله تعالى صحيح أيه كذا جاي تاتك السلف كهذا نطقنا علماء وحي كيدا هين يكو عاية يقف وحوي تعليه إنه سكرعه وحوري سهل ترك الهوى مفتاح الجنة وحوقفك تعليا ينس كغتك أي الجنة الفرهة ذي ويان وحاك الويري قسم الله الأعضاء من الهوى لكل عضو منه حظا إلهي قفك وحو تعالى أي حبنه أكل عقيب يبوري حب كستنا وحي تعاشها يا وحلقسي يبوري فإذا مال عضو منها إلى الهوى حب حبنه كمذا هدي وحو تعليا ويشوري رجع ضرره إلى القلب لباتدي ساس وحي سوكر يعني مثلا النفس إشي أيا وحي تعشها يو إلى طاي أو حرام طاي يو إلى طاي لبعتذر وحي كسر الله بنايسا قلبك جعنتي وكلا ساس وكلا قلبك أيه كسر الله بنايسا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحوري أنتم في زمان يقود الحق يقود الحق الهوى وسيأتي زمان يقود الهوى الحق فنعوذ بالله من ذلك الزمان إذن كوا حد كسر أنتي بوري وقتي أو حقه جامنا يو قف بوحو تعليه حقه وذين ونقنيه وقر وذين ونقنيه لكن وحايما دوني بولي وقتي ووحا قف بوحو تعليه أي حقه أوه قامين دوتوري يعني حقه و... ولقدتها إياه قف بوحو تعليه أيو الرعاية وقت قاس إلهي بان كما ينقل لي بولي الجنيد وحوري قفك بلو آدمي قلوبتا تروينك كغير عذا يحاويان قلبك أي سوق قادة قلبك أي سوق قادة هوذو وتروينك وحوري قلبك كدعا صدا بلو آدمك تركي سبا أي تروينك وقود عان معاوية وحوري مروا أذى يوناك وحاويان قفكو إنو سكغتك وحيابها شهوات كيسا يهودي سينو عاصيو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وحوري مركز تأوى بريس تقفك وحاكو كل ما يصبح ذي وحاي نفتيسو تعشه إيا عمل كيسي عمل كيسو مركا هدي الراع وح وشقينا يمالك سواح ونفتيس وتعشى هذو الراع مال كيسة سواحين نقنا يسا مال حمبا نقنا يسا مال هدي وح وتعدي هي عمل كيس نوه جاميها وذي سنة مال كاس وح ونقنا يسا بوري مال في عن البشر الحافي ونونا سنها وحوري بلا يضر ما انتد وحويا وهوذا قف وتعلي هاي إلهي نكابد بادينا وحوي وين هوذا والله خلافه نبأوي من حسن البصري رحمه الله تعالى مركز وحوري يا أبا سعيد جهادك يا وفد ربان مركزه وحوري ان الله لا دغالنتو نبي صلى الله عليه وسلم حديثك انه سهر مرتي وحا جعشه هي ودا ان لا دغالنتو يا وفد ربان بوري جهادك قفك اي هودي عقلي سا كغالب نقطه سده عطا ويري ارجج حيسنا وصبر كيس كغالب نقطه قفك سي وافد خدوبيا الامام الشعبي وحوري هودا وحا لوو مغعابي هوا قفك اي نارته ايي كوهوبينيسا ابن عباس نوح لي رحمه رضي الله تعالى عنه هو قرآن كلجوم شيئين يا وحي نفط تعشها إلا إسقى الله عاي أيال جوم شيء إذا وحويان قفك بلو آدم جاهدي أو
وقالوا هو هدوك على هذا فساد بضم باوي من أي سيد ذنون البصري ويري فسادكم ضدك بالآدم يا وحكم قال أبو لح شيء متك كوبادي آخرين لا شقيه والنية ذي كذا ضعيفته شركاتنا وحين نقلنا يسأ هواين كذي يا ودي أرجع لسنا هنا أذكر هذا قفك إنه جديد له وين يا كغالب نقطة إن المخلوقات كي وحي تعلاين وحي إلى هيت على إن كهر مريان إن هوذا ضع الراعان أو النبي صلى الله عليه وسلم سنة سأسكف طوران إن أي كدكتان فساد وحيابه كإيمان يا كإيمان كروكوشة جاية تتكي إن جوه الرئي السلف كها خطأ بعد دعكرتا خطأ السلف كذا عي يدليشنا يا مركزه وحولة هبل بساس وسميه مركزه وحولة مثلا وحولة هيست مثلا هبل باب بنية كلي وكذا كسر قاضي يا كلي وحيابه فساد كوجي ما دعية كمتاي قفكو إن يهودي إنه هو أي راعي محله قرنايا تاسد وجان كرتا محله قرن كرا قفكو إنه هو دي سرعي كو وأن ترين هنا قفكو دار تسوى باطل كدو ذي أو خطأ إيسا ولي أنا اعتراف سنين وأقف هو دي سرعي باطل أبوك مرميا خطأ أنا ما اعتراف سنة وأمد كوبات إيه لو قرنايا قفكو إنه هو دي سرعي علامة وهوية مد لبادي وحويا هذا رأيت قفكا أو منكركا وحيابها شرع وديدي قاركي أمبو ديديا قاركينا مديديو قفك وحالو قرانيا إن هودي سراعي مدى صدح هذا حوي هذا درك صو أمور تقارك دوينينيا أو حجم أنا الحين يميل إن جارسين جارسينيا أمور تقارك أو مهم أنا يرين أيون معنا ويليني يا وحال ربع منكركا إن سكوا ذا مد معروف كنا سكوا ذا مد كدكتو معروف أوردانيال وحونا سنة أوردانيال وحونا أوردانا كليحو taas hadii aad noqon weydo oo umurta qaarkeed aad weynayso umurta qaarkeedna ay yarayso ay kula yaraadaan xitaa sunanta qaarkeed ay kula yaraadaan waajibka qaarkeena uu kula qiimo daraado qofkaas waxa lagu garanayaa inuu hawadiisa raacsan yahay waa calaamada tusinaysa wa laki ilahi inna laha araayta man ittakhadha ilahahu hawaahu afa anta takuna alayhi wakila alhasan albasri wuhuri huwa almunafiq la yahwa shay'an illa rakiba munafiq wayan buri oo wax ma jiclaado إلا وفول يوم وحكم إذا وقفك لو قرنية وقيبت أفرادا إنو وحو تعليا وراعسيا وعلى مدى لو قرنية وحكم إذا تدك دعذوين كيس يزلات كسم بالرحضة أمبر عراعيا ومن موقته وحيابه وناكسن أم موقته ابن القيم هذا كان يريد أن فيرنه رحمه الله تعالى وحو لددك دبع قوة قاربة كمتها يبوري سيان صوصعته دوفارك أوكالي دبع يسو كلو ليه يبوري وحو صامر يا بوري دوفارك وحو ناكسن بو صامر يا بوري ما فيرنا يا بوري لكن قفك بلو آدمي سحرا مركو كاستاغو قرمون أو أوردقو يوكو فورسانا يا وعونا يا بوري داد بضان أوساس أباتير بوري وحو كامقلا يا بوري وحبا ناكسن محاضرة مناكسن بو كامقلا يا وحو ناكسن بو كاركايا أو وحيحن لالاب كذا يو كاركايا وحاسو داني أممو قطو منا حفدي أيو لكن انت يرت شيخ كد عضي أما قفك كد عضي بوحو لي هبل بقى مثلا دا كوكا في كريه يا وايو واسدا دوفار كي بوري وحا وناغسان او دوا كاتاي بوري لكن صحردي بلو ادمغا يا حاركي سكليه يا ام قتوري او عنايا وخي وناغسان ام قتوري تتكاس وخي وا دادكا سقطات كرارع اذا قفكاس وخا لو غرانيا انو هويس قف رعي هي وخا لو غرانيا قفكو انو هويس رعانيو انو اشخاص تكو تعلقو او وينيه دادكا قار كي بو وخي ليه شيخ قبل يا وكذب بيا تاتك قارك مرك الله شيء علمنا قارك إنه حول لا وكاس النف ملا لا إله إلا الله معنا ملكاس يا هو ذو كذا ريا ورتاتك إني معصومين ما هن وكذي يا تاتك إني معصومين ما هن ما كوكري كرتين تاتك قارك داقة داس وكلام بحات تاتك وتصنيف سين كوح وتعليه هنا حق ما في رنايا وركني مص حقه الله وركني مص باطل كه الله سجى معزير كيس ميزان كيس تاس ما هن تاتك قارك يبو كتعلق سين هاي أو حقه وكي علي بن ابي طالب ويري رجال كان رجال لو ما غرتو ويري حق لو ما غرتو ويري لكن حق الرجال لو غرتو ويري ادو حق فيرسو ام سو ايده وافقسن هي ام سو سنده كم موقتا ام سو صلاه الليل تو كذا ام سو عباده كو فيعن هي حق ادو كفيرسو لكن هتا تصنيف سو تاسي تصنيف كاس وينو بدن هي والله هو حزب هبل والله هو هبل بركاسا وحا وهي خانات باد كو توريسا قفكاس وحات غرانيسا انو هودي سرعسن هي قيبته تضباده لو غرانيه وحا ويان قفكا هودي سرعسني وحيابه متشابهة أيوه راعيا
نصوص تعدنا واسكيت تجيان الى وحده. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وحيابه متشابهه اي ما انتن ديديان وحك لنا واسكيت تجيان محاكيني كرا قفكو انه هودي سراعو وقيبت افراد ويان محاكيني كرا قفكو انه وحود نفتيس اي تشعشاي واسكر عرنتي وقيب مهمه ويان مدك وبادي وحاويه الا يا دارت اخرات برشدهدا ايو ضعيف كنقنيا الم سفي عنه ميقان الا وحول وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الهي اودي سي وينيدي سيدا اهيد ان لو ويناي امين وينين امين وينين الهي سغا اود بدن marka ilahi mar hadaada naqoonin waxa kugu badnaanaysa aakhira daarteedaada naqoonin waxa kugu badnaanaysa ay keenaysa inaad hawadaada raacdo mid labaad waxa weeyaan ikhlaaska inuu qalbigiisa uu ka faaruq yahay qofka haduu ikhlaaska u waayo shaytaan ayaa ka wadaranaan ya hawadi ila wuxuu dhii wa an hadha sirata mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun wartaasi waajidka ilahi hal raaco jidadka لغلوقة لغلوقة همارنا اللام إذا مرى أيو إلهي ليهي لام إذا نحاويا ودينة إسلام كويا وحيابها كيني كرتقفك إنو هودي سرع وحاويا تدك أهل الأهوة ذا إنو الله فرستو تد أهل الأهوة باكرة تدك إن الله فرستو ابن عباس وحولي لا تجارسوا أهل الأهوة تدك فكر كي يمان طبعا كه الله يا دينة إسلام كان كه لينين تدك الله فرستننا فإن مجالستهم ممرضة للقلوب تدك إن الله فرست قلوب توضع أي كاجر سينية مجاهدنا وحول تدك أهل الأهوة ذا الله فرستننا وحيلهم بوري عدا أي قبان ويكو عدينا يا عدا أي قبان وينكو عدينا يا أبو قلاب وحولي رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون ورح الله فرد سنة يبردتك أهل الأواء أنو كآمن ما أهبولي إن إذن كدب ولا بعض إنما ضوضا أما أي إذن كشك قليا وحياة تقانين الدين ما أنت ورحو إلهياتك أيو كدو ذي يا وحن الله بحنين إلا أدمر كدبع شكك قدعو ما لن يرد هذا وضع مدن شوكتنا آدي آد بأقو بانتاي عبد الله بن عباس وكي أن صومرين قول كلنا وليه وليه لا تجارسوا أصحاب الهوى فإنهم يمرضون القلوب والقلوب تأيي ترسيني يعني هلا فريسانين إذن تتكاس مرنا ما بنانا إلا لفريستو دتك أهل الأواء وإلا هديك لسبب حيكون نقنا سيئنا هو هذا الرعض إبراهيم النخعي وحولي لا تجارسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين وردتك هلا فريسانين يقولوا قلوبتا نور كذا يي إذن كسيب يساي وجينا افتين كذا وإذن كتجاي يونس بن عبيد وحولي وحان إذن دردار ما يصدق يكدك تونادا وإيقا قاطا أنو نول يا نول انت انتبا هنو قن بوري مقعاقو إيو مقلقاقو يوسن وحالي نفتاد وشعشا يوسن اسكار راعون إسلام آن محرم الهين هل خالي نقن بوري حلاو حتى تلها قرآن بانكو أقريا وقرآن بانو أقريا حتى تلها حتى هل خالي نقن بوري إسلام آن محرم كو أهين أمير نين مدحان هو قلن بوري حتى تلها دوا معذية يابي مرنا بهو قلن بوري دين تهدو كافي سادين ياي وحيابا سبب كاين كرو حاويان تدك عادقه ان نكون صيحين او نصيحه هذه يكون صيحين لهين اي كغابيين وحيابا كاين كرو ويان ان اد هوداس او قفك وراعو وحا كميدا قفكو انو سن غرانين او سبب كاين كرت هودا انو قفكو راعو انو سن جيردن با اقونين با الله وحوري قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ما اذن كورما كو اد عمل حن عمل كود هلابي وكو عمل كود الدنيا وكو هلابي اي ولي بنا اسم ملاينا يني وناغ لي يمادين وحيابها كيني كرا اسباب كدي كرا انو قفكو او راعو هوديسا وحا ويان وا كبرك اي عينادك نبي صلى الله عليه وسلم وحوري كبرك ما تقانان مركو انو شيغاي الكبر بطر الحق وغمض الناس وعدتك ان لحقرو حقنا لا كبرو ايا كبر لي دهابوري تاس مركا ان كبر كوغو جيراي هوداد ايات راعيسا كبركو حتى واكي اوهو قاميي فرعون اساقو قرسان انو نبي موسى نبي يهي واكي اوهو قاميي انو سن رومينين الى وحولي وحجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ظلما وعلوا بالي واقر دري اسكو الرئيسين او اسكبرين ايو حقي وديدي او هودي سي وحو جعلي هي اساقو او راعي تساقالادي وحاويان او قفك هودي سي انو راعا كو كلفايا hadduusan tarbiyaba soo qaadanin ilaa yaraantiisii wax tarbiya la yidhaahaba hadduusan qaadanin ilmaha yarka ah haddii hooyadii
marka ay korinayso waxba ayna ka reebin oo waxay doonta ay siiso waxay doonsay doontana wala dhaqanta sidii buu ku koraya marka mar hadii aan la hagaajinin wax uu sidii ku koro hawadiisa wuxuu jecel yahay marka uu weynaadana iska ma reebi karo waxaan uga gudbaynaa qaybta shanaad oo ah maxay tahay mafaasida ama dhibaatooyinka ka ratimaya qofka hadduu hawadiisa uu raaco xaqu ilaahay wuxuu noo sheegay midda koobaadii xaqu haddii uu raaci lahaa dadku waxay jecel yihiin inay dhulka iyo cirkuba fasaadi lahayn ilaahay wuxuu yidhi walaw ittabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat asamaawaatu wal ardu waman fiihin bal ataynaahum bidikrihim fahum can dikrihim mucriduun xaqu haddii uu raaci lahaa oo sharcigu uu raaci lahaa waxyaabuhu iyaka iska jecel yihiin samaawaadka iyo dhulka iyo waxa ku jiraba way fasaadi lahayn waayo leanna dadka hawadeedu way iskhilaafsan tahay hawada dadka kan waxaa ku soo dhacaysa in dadka la laayo mid waxaa ku soo dhacaysa maayo inaan dadka waxba laga dilin mid waxaa ku soo dhacaysa inuu macsida la sameeyo mid waxaa ku soo dhacaysa inaan macsida la samaynin hawada oo dhan waa iskhilaafsan tahay laakiin xaqu waa mid keliya weeyaan sidaa darteed haddii xaq la raa haddii hawo la raaco dhulku waa fasaadaya fasaadka aad arkaysaan waxa ay ka dhacayna waa hawo raacidda weeye midda labaadna waxaa weeye dadka quluubtooda ayaa iskhilaafaysa oo kala cararaysa haddii hawada la raaco الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات صاحب الموافقات وحول أن فيرنا بل هذا الكويد وحول مسألة كستا أو إسلام كسود الرساء أو دتك أسكو خلافان أو دحل سي سبوري أو أن دحل سينين عداوة إن إصنعان فيري مسألة كستا أو صود عداوة مسألة حدثة أو دتك أسكو خلافان أو عداوة يا إصنعيب أن دحل سينين وحال قرانا يا بوري inay diinta islaamka ku jirto mid kasta oo dhaxalsiisana waxaan garanaynaa buu inay diinta islaamka ka baxsan tahay Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wuxuu diray Sa'd ibn Abu Waqas yuu Iraq mas'uul uga dhigay oo u dardaarmay waa Sa'd ibn Abu Waqas oo 10 mubashiriinta jannada lagu bishaareeyay kamida dardaarankiisa balan fiirino wuxuu dhiyaa Sa'd la yaghurrannaka min Allah an qila khalu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa sahibihi yuusan ku kadinin in lagu yidhi waa saaxiibkii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo waa abtigii lagu yidhi fa inna allaha laa yamxu sayyi'a bisayyi'a haddaad xumaan samayso xumaan alla kuma tirtiro walaakin yamxu sayyi'a bilxasan xumaanta waxaa lagu tirtiraa wanaag wa inna allaha laysa baynahu wa bayna axadin nasabun ilaa bitaacati alle nasab isaga iyo dadka u dhexeeya ma jira ilaa in la yeelo maahane fannaasu shariifuhum wa wadiicuhum fii dhaati illahi sawaa qofka wanaagsan yahay qofka xun sharafkiisu uu wanaagsan yahay ka xun yahay waa isku mid ilaahay agtiisa allahu rabbuhum wa hum cibaaduhu yatafaadaluuna bilcaafiya wa yudrikuuna maa cinda allahi bitaaca yacni nasab iyo xaggaa ma ahaane waxay ku kala faadil noqdaan ina akramakum cinda allahi atqaakum saasay ku kala faadil noqdaan wuxuu yidhi fandur ilamra aladii ra'ayta rasuula allahi sala allahu calay wasalam mundu bucitha ilaa an faaraqana calayhi falzimhu waxaad fiirisaa buu yihi amarkii nabigu sala allahu calay wasalam lagu soo bixiyey amarkaa raac فإنه الأمر كاسا أمر هذه عظتي إليك ووعدك يجيبني وإن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين تتكاس أياد كتير يسابوني وحا كدعا أو نتيجوين كدعا يسوحا ويان فساد الرأي قفك الرأي يجيس إنه فساد أو سوى حبك لقرين إن عقل يجيس أو مركز تبقى سكهر يمادو وحيا بحس أيا كدعا إلهنا وكلها ولا تطعم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان أصامر إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولها فتنت وحالوا بندقا قلوبته لبقى البئيين أقيب سنتا قلوبته وكان صامر ذي تشان هذه وحاوي وفسادك كدعية قفك وحوك فقانيا سنة ذي النبي أيك فقانيا عثمان النيسابوري وحوري سنة قفتي أقا أمير لك بدعاديسة نفتي سقا أمير لك قولا وفعلا حكمة أيكها الله سنة هدور راعو لكن هوايس هذا الرعو وحكوها الله بوري بدعاء يوكوها الله وحافساتك كذا عيائتها هموم يمرق بدن قفك إنا أتما دو وحا سبب كذا وحويا إنه هوايس هذا الرعي إذا هذا صاد دو ضمنه هوش عن صاد دو ضمن مفاسد كذا عيسى قفك هوايس الرعاني رعاي طاعة الله وكل حنايا قفك هوايس الرعاي قلبي سوى شرنايا وانا 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 قلاليا qofkii sahawadiisa raacay dunuubta ayuu fududaysanaya qofkii sahawadiisa raacay nasiixa waxa uu ma tarayso qofka hawadiisa raacay dadka kale wuu baadiyeen qofka hawadiisa raacay caasimadiisu way daciifaysaa qofka hawadiisa raacay khaatumo xun buu ku dambaynayaa qofkii hawadiisa raacay waa abaalmarintiisa iyo malqiyaamaha la abaalmarinayo qaybta ugu dambaysay waxa weeyaan aan ku soo koobaynaay maxaa lagu daweyn karaa markaa inaan hawada la raacin
وهدي قيبتها وبهنتها رنتي أنا بهنتها أو أه دودي مركا إن شاء الله تعالى وانسوه كوبينا وحانا كبي الله بينا وكان هوري وقبل لونا أنري هوذا قفكو هدو رع قلوب تأيه كوجر رنيسة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكيس أولي فأمراض القلوب أصعب من أمراض البدن قلوبتا ترشد هذا وحكو دعاي لأن غاية مرض القلب أن يفضي بصاحبه إلى الموت قفك هدو ترذو وشركة كترذو ونبن بوري وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي ولا شقاء لهذا المرض إلا بالعلم ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم وحول لكن هدو قلوبتا كترذو قفك وحاوي النار بتقيا وحو كجبك سنكر أنا ما تروي إلا بالعلم ما هني ولذا صدرت بله وحكم على كتاب كيسة إنه قلوب تدب ويو وحول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وحول مركع علم هذا أيو كهلي علم هذا وحول مرك يا دخاترته مرك لونس بيبوري ولا سقرب لقى قلا وحيد ويسا بوري علم هذا قلوب تأيد ويسا دخاترتنا وحيد ويسا شركة وحا كم هي مسنبوري كوا قلوب تدوية أو علم هذا كم مهم سنبوري وايا هدي شركة للدوين وايو تعطتك أي ونا كل إنسان إيمان شن هذا أي تجا ينبوري لكن هدي قلوب تل الدوين وايو نار تا أي تجا ينبوري من ذاك لو حوري والجا كفتوه مكرابوري دخاتير تمارك قاركت أو حضر كيسة تولو إني ما لا أقول قد بوبه هني بدختار أما وصل دختار شوقي لكن شيخ مركز تا أي وبه ينبوري دين توه الإسلام كوشة أو قلوب تود دوية مركا وحان أوران كرابوري والنفط أكله نفط قف كسوق به هني نفط وجرايو هذه هي الرجاء استأجيو دمانيا ساسو كلا أيها اللوجو بهني هاي بودي علم هذا اللوجو بهني هاي هي أمراض القلوب تين للدوية إذا وحوي مدة كوبادي وان ترين إنهم بس كريه إلهي إن لبرتي يدارته آخر عادين لبرتو دواء أيه وتهاي قلب جو إخلاص لجبه حياي وحي وتهاي دواء إن لجدا يا رادة ضد كأهل الله وإن الله فريست دواء أيه وتهاي إن لسنة صحيحي دواء أيه وتهاي يا إن لسنة صحيحي دواء أيه وتهاي وحوك ابن الجوزي ويري رحمه الله تعالى كتاب وحول يهي ذم اتباع الهوى ليلاه مركا علاج كيس عبد الرحمن ابن الجوزي ويه مركو كهل ليبا وحولي قفكو مركو قلوبتا كتيرين يهي وحول لمدي هاي بوري قف ماشا نافك حوالها ماشا القور عاي قرمون كبدان بختك الوسا طورا وكله كتيرة ما ندري ما يبوري إنه ماشا تشوجو إلى وكبحه وحال وده وين كرا علاجوا قفك إلى يرانتي سينو تربية ونسان قاتو إنه الدنيا ذا أقول لأحد إنه لو قدقه إنه ضدك أهل الأهواء ذا إنه هوا ذا الراعه إنه ضدك ونعسنا سير ذا الراعه إنه إلهي كلمة استو إنه نفتي سمر كستب اللج هذا أو كقصبه إنه هوا ذا أي كتخلصتو علماء ذا وحوي ور أذن ليربيلهن أو وحيدهن قفك وجهه نك وجهه سني وأنك هوا ذي سكفك هذا مركستب وإن لسكوانية إنه ليبانتو أي كجرتو هي الراحضو إن حق للراعو وأن هود الراعين وكي لا يجري فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مد وقدم بيسين قدم بين سنين وحوية إن وقفك وإن مركز تأو بريا أو إلهي وكبر يا إن إلهي كبد باديو دعاء إلهي بريا إنه كبد بادية هو ذي سئنه الراعو أو إلهي صبهم بهيا إنه هو ذا كفه غيو نبي صلى الله عليه وسلم دعوين كيسا وحاكم ذا يدعو لنتري وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب والغضب الى وحان كو ويدسنا يا حق ان ايراهو وقت ان رالغا هي يا وقت ان حناقسن هي وحا كلو النبي صلى الله عليه وسلم وبدين جيري علي بن ابي طالب وبري وحو ان جيري وحد كدعيستا اللهم اهدني وسددني اله اهانوني او ايتوسي دعاده النبي صلى الله عليه وسلم واد بدين جيري وحا كميدا تن او شيخ الباني او صحيحه كدغاي وحو اللهم انا اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء تاس أيام كدو عيسانا إنا والنبي صلى الله عليه وسلم كدو عيسان جري إله وحان كان مغان قليا إنا الضبيعوين كحنهم كإنا نقاطو وأخلاق ذا وناسان إنا نقاطو عمل وناسان عمل حن أولا إنكرا إنا نقدقمو إيا هوا ذا إذا إنا نسكرع ومنكر كإنا نسكرع مركا النبي صلى الله عليه وسلم دعاليس أيام كدو عيسانا إنا إله وحان نقبت باديسا الضبيعوين كحنهم كإله نقبت بادي عمل كحن كإله نقبت بادي هو ذا حون تاينا رعنا إلهنا قبت بادي حقنا إلهنا وافتي هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.